وهلا مشاهدينا اسمحوا لي نبدا باولى محطتنا الحواريه لليوم، وهي رح تكون مع الارقام والابراج والحظوظ، ورح يكون هذا الشيء مع السيده وفاء حبيب ام علاء. لحتى الا يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. اهلا، الله يسعد صباحك خالد ام علاء، وانت هلا ضيفي اساسي يعني بيوم الاحد فترتنا الصباحيه لهاليوم. اكيد لكل حدا عم بيتابعنا بيكون ناطر مواليده، شو بدك تقولي له لليوم 24/1/2016؟ اول شيء الله يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباحك زينه، وصباح الجميع الموجودين معنا، وصباح سوريا كلياتها. بحب اقول لهم لمواليد 24/1، طبعا هن مواليد الدلو، انتقلت الشمس لبرج الدلو ب 20/1، فهلا صارت الحظوظ لمواليد الدلو. فبقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير، عقبال المية يا رب، ينعاد عليكم بالصحه والخير والعافيه، وتحققوا كل احلامكم وامانيكم. اليوم القمر مكتمل، فهذا بيعطيهم لمواليد 24/1 ارتباط اكيد. يعني اللي مانن مرتبطين مواليد 24/1 اكيد بيكون عندهم ارتباط، واللي مرتبطين كثير بدهم ينتبهوا من المشاكل، من الانفعال، من التعصيب، حتى ما يسببوا لحالهم مشاكل قد تؤدي الى طلاق. يعني المتزوجين حاملين مواليد 24/1 او مخطوبين او شيء، المشاكل بتؤدي توصل لطريق مسدود، الله لا يقدر. في بعض مواليد 24/1 بيوقعوا عقد عمل، وفي منهم قد يفسخوا عقد عمل، يعني الشيء ونقيده. عامل الفردي شوي متعب هاي السنه، فبيحسوا انه مثلا امورهم ما ظابطه، في امورهم بدها اعاده تاهيل، عوده للذات، بيحبوا يقعدوا مع حالهم، هروب من التشويش والضوضاء، قد يطلبوا اذن بالتغيب او امورهم بدها اعاده تاهيل. بالصحه الحمد لله تتضاءل الامراض بهاي السنه، بيعانوا شوي من الضيق والقلق. اول 9 أشهر من سنه 2016 بتعطيهم شيء له علاقه انشغالات بامور ماليه قانونيه استشفائيه، تطالهم او تطال احد افراد العائله. اخر 3 أشهر احلى بكثير. وبشكل عام اللي ما حابين يسافروا من مواليد 24/1 كل السنه مفتوح عندهم السفر هاي السنه، وممتاز. او لاستقبال ناس من سفر، للتعارف، للصداقات، للناس الجدد. عقبال المية يا رب، وان شاء الله كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله. يعني بشكل عام الامور ايجابيه، وخاصه في تضاؤل بالصحه، اهم شيء الصحه. إيه بالنهايه الحمد لله. إيه طبعا اكيد بدنا نقول لكل مواليد اليوم ان شاء الله يا رب عقبال المية، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. شو بدنا نقول ام علاء تباعا لكل المواليد؟ اول شيء بنصبح على مواليد الحمل وبنقول لهم اليوم وبكره عندهم اهتمام بالاولاد، شؤون الاولاد، اللي عندهم اولاد، اللي ما عندهم اولاد فرصه حمل، اللي في مثلا ما مهتمين بامور صغار اسا بالعمر او شيء، فعندهم مثلث فلكي قطف ثمار، لانه ما كل مواليد الحمل بياخذوا نفس القدر، يعني كل واحد انه بيجي متعلق بشيء، فعندهم مثلث فلكي ناجحين دراسيا اليوم وبكره، لانه هذا مرافقهم القمر المكتمل كثير بيسلط الاضواء على شغلات كثير حلوه. عندهم يومين بدهم كثير يعني شيء له علاقه بالعمل والصحه، يومين ونص، وعندهم 3 أيام حيحاذروا الانفعال والتعصيب والمشاكل، وخصوصا مع الشركاء. بنصبح على مواليد الثور، بالنسبه للثور اليوم وبكره متعبين، اكتمال القمر بيسلط الاضواء على الامور العائليه المنزليه الشخصيه، محتمل اعطال، اصلاحات، امراض، افراح، ما شابه ذلك، سفر مثلا. عندهم يومين كثير كثير حلوين مطمئنين للاولاد، الاهتمام بشؤون الاولاد، وعندهم يومين فيهم تعب، اهتمام بصحه الاقارب او هن بيمرضوا الله لا يقدر، خصصوا وقت للراحه. بنصبح على مواليد الجوزاء، بالنسبه للجوزاء ناجح، الطلاب اللي عم يدرسوا هاليومين ناجحين دراسيا، بيحصدوا افضل النتائج. عندهم واللي ما عم يدرسوا ممتازين للسفر، واللي مزعلين حدا في مصالحات للتواصل، للتنقل، للسفر، للاتصالات. عندهم 3 أيام فيهم شيء له علاقه بالاعباء والضغوطات العائليه والشخصيه، وعندهم 3 أيام كثير حلوين، مريحين، مطمئنين، مزدهرين عاطفيا وعائليا. بنصبح على مواليد السرطان، السرطان اكتمال القمر اليوم وبكره بيسلط الاضواء على المال والحصول على مال او المصاريف تزيد. عندهم 3 أيام فيهم
يعني تنقلات، تواصلات، اتصالات، كلها بتكون ناجحة وبتأتي أكلها، والطلاب كتير بيكونوا ناجحين، بيكون لهم طلع ممتاز للحكي للطلب. عندهم 3 أيام متعبين كتير، بيحسوا أنه في ضغوطات، في شغل كتير، مثلا أمور شخصية بتخصهم بالعمل، بالصحة، بالعاطفة، بكل شيء، عائلية بتخص العائلة، مثلا مشاكل إيجار، ديون، مشاحنات، خلافات، أمور عقارية، إرثية، انتقال لمنزل جديد، مشاكل إيجار بالمنزل أو بمثلا محل أو شيء، فينتبهوا شوي آخر 3 أيام من الأسبوع. طبعا نحن عم نحكي من الأحد للسبت. منصبح على مواليد الأسد. الأسد اليوم كتير منور ومضوى، عنده يومين كتير كتير حلو، أصلا كل الأسبوع حلو، بس اليوم تتسلط الأضواء باكتمال القمر على الشكل الخارجي. إذا حابين يهتموا بالشكل الخارجي فبيكون كتير رائع، يغيروا يعني مثلا بدهم يغيروا بموديل الشعر أو يعني بالشكل الخارجي بشكل عام، فبيكون رائع. كل الأسبوع ممتاز معهم جدا لكل شيء، للسفر، للمال، للتنقل، للتواصل، للاتصالات، لكل شيء. فهني من طبعا من افضل الابراج حظا هذا الاسبوع ان الاسد. منصبح على مواليد العذراء. العذراء اليوم وبكره فارغين من الحظوظ والطاقه لانه القمر في الاسد، فبحسوا انه ما لهم جلد على الشيء، قد يفضلوا البقاء بالمنزل، يشعروا ببعض الوهن، التعب، بينطلقوا اعتبارا من بعد بكره كمان باسبوع رائع جدا. منصبح على مواليد الميزان. الميزان اليوم تتسلط الأضواء اليوم وبكرة على الحياة الاجتماعية، تنقلات، التواصل، السفر، بعدين بمر عليه 3 أيام رؤية غير واضحة، لا تبدأ بجديد، لا تأخذ قرار حاسم، بينطلق اعتبارا من 29 الشهر انطلاقة رائعة لمدة أسبوع. منصبح على مواليد العقرب. وعليك زينة، يسعد صباحك. ما بعرف أنا السرطان أعطيني الله كمان، يسعد صباحك. فالمصبح كمان على كل مواليد العقرب، بقول لهم اليوم وبكره كثير بيكونوا منورين، الاضواء مسلطه عليهم، قد تكون يعني الاضواء مسلطه عليهم ايجابا او سلبا، يعني اذا غلطوا بيدفعوا الثمن غالي، بيعطيهم انه منورين مضوايين لهم طله، فكثير حلوين هاليومين. بيمر عليهم يومين، يا اما بيسافروا مواليد العقرب يومين ونص، طبعا نحن بنقول يومين ونص او 3 أيام هن، لانه القمر بيضل بالبرج يومين ونص وبيتغير، فنحن عم نقول 3 أيام يعني مجازا. فعندهم يا اما بيسافروا بتجيهم سفرات فجائية او بيستقبلوا ناس من سفر، اذا حدا دعاكم للسهر كونوا مثل الفراشة من مكان لمكان، اقبلوا الدعوات وانبسطوا وتسلوا، لانه راح يمر عليكم 3 أيام بتواجد القمر في الميزان بتحسوا انه فارغين من الحظوظ والطاقة، مماطلة، تسويف، تأخير، تأجيل، ربما يأس، طبعا تنطلقوا بالأسبوع القادم إن شاء الله. منصبح على مواليد القوس. بالنسبة للقوس اليومين كتير حلوين معهم، للسفر، للتنقل، للرومانسية، لتواقيع الأوراق، بعدين عندهم يومين كتير متعبين، ممنوع الخطأ ومخالفة القوانين، قد يحصلوا بعض مواليد القوس على مركز في العمل أو مسؤولية تلقى على عاتقهم، المهم أنه يكونوا نظاميين في كل ما يقومون به. عندهم 3 أيام حلوين كتير للحياة الاجتماعية، للتواجد بين الأصدقاء والرفاق. منصبح على مواليد الجدي. بالنسبة للجدي اكتمال القمر بيسلط الأضواء على الأمور المالية، القانونية، الاستشفائية، اللي قد تطالن أو تطال أحد أفراد العائلة. عندهم 3 أيام رائعين جدا لكل ما يودون القيام به، كل واحد شو عنده حابب يقوم، من مولود الجدي، اللي بده يسافر بيسافر، اللي بده يخطب بيخطب، رومانسي، اللي بده يوقع اوراق، بده يقدم على وظيفه، كلياته رائعين 3 أيام، لانه 3 أيام اللي بعد منهم قد يخذلهم احد المسؤولين، يعني يكونوا طالبين مساعده من حدا، فما بتجي الامور مثل ما بدهم، فينتبهوا كثير وينتبهوا من الخطا ومخالفه القوانين، لانه غلطه الشاطر بألف، قد ما يكونوا اذكياء معرضين للخطا. منصبح على مواليد الدلو. بالنسبة للدلو اليوم وبكرة كتير متعبين، كتير ينتبهوا، أي كلمة بتعصبهم يعدوا للعشرة قبل رد أي جواب لأي حدا، بالعمل، بالبيت، بالحياة الاجتماعية بشكل عام، يعدوا للعشرة قبل رد الجواب، لأنه كتير معرضين للانفعال والتعصيب اللي بيؤدي لقطيعة. يعني أنه ينتبهوا كتير هاليومين، تتصلح الأوضاع بـ3 أيام القادمين، في دعم مادي أو معنوي بيحصلوا عليه أو هن بيدعموا الآخرين، بيحسوا أنه أمورهم ارتاحت، في حصول على مال، قد يزوروا طبيب هن أو أحد أفراد العائلة لتحاليل، لصور أو عمل جراحي أو أشعة وما شابه ذلك.
عندهم 3 أيام كتير حلوين، آخر 3 أيام بالأسبوع رائعين جدا لهم. بالنسبة لمواليد الدلو بيمثل أفضل الاهتمامات، الهدوء، الرومانسية، الحياة العاطفية، حتى التنقلات والسفر. منصبح على مواليد الحوت، منقول لهم لمواليد الحوت اليوم عندهم شيء له علاقة بالعمل والصحة اليوم وبكرة، تتسلط الأضواء على الصحة. عندهم 3 أيام فيهم انفعال تعصيب قد يلتقوا بشريك الحياة، وعندهم 3 أيام انشغالات بأمور مال، قانون، صحة، تطالن أو تطال أحد أفراد العائلة. طبعا. أكيد يعني بدنا نتمنى التوفيق والنجاح لكل المواليد وخصوصا مواليد اليوم. بدنا نقول له عقبال 100 وبدنا نقول ألو يسعد صباحك. الو صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا، تفضلي. بدي احكي مع ام اهلا. تكرم عينك، تفضلي. يكرمك. انا مواليد 62 شهر العاشر. اي يوم؟ ما بتعرفي اي يوم؟ 28 10 62. اسم والدتك يا صباح؟ عليا. وكمان بدي اشوف لبنتي. تكرم عينك، تفضلي. الله يكرمك. مواليد 98. ايوه. كمان الشهر 1/10. 1/10/98. اسم الصبية؟ اسمها بتول. بتول. تكرم عينك. الله يكرمك. اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. شو بدنا نقول لصباح بنت عليا 28/10/62؟ بالنسبة لصباح طبعا هو من أوقات يعني اليوم أول الصباح من أوقات الفجر الأولى، فدائما تدعي يا صباح عند الفجر. وأنا بتمنى تشيل الحق من آخر اسمها تصير صبا، فبيعطيها راحة لأنه هي بتتعب. راحة عاطفية وصحية، لأنه شوي الاسم بتعبها صحيا، بعرضها لقطعات صحية الله لا يقدر، فتشيل يعني إذا فينا حتى لو كان يعني عمرها هيك هالعمر هذا الله يطول بعمرها، فينادوا لها صبا بترتاح عاطفيا وصحيا. السنة الحمد لله هي تعبت يا حرام أنه بالسنتين الثلاثة الماضيين، لأنه كان العقرب كان زحل عندهم، فهلا صارت على بر الأمان، ولكن تنتبه كتير على مصاريفها ونفقاتها لأنه المال عندها متحرك. بالنسبة لعمل فردي عندها السنة شيء له علاقة بالمعدة وزيادة وزن، وسنتها كتير كتير حلوة بإذن الله، يعني كل الأمور راح تمشي معها على خير ماديا، حتى بالحياة الاجتماعية، التعارف، الصداقات، الناس الجدد، يعني كل السنة كتير حلوة معها ان شاء الله. معنا اتصال كمان. لا قبل ريم، لا كمان بتول. بتول بنت صباح 98 1/10/98. 98. طبعا بتول هو اصل الاسم مريم البتول، اذا ما راح ينادوا لها مريم بيضيفوا قل التعريف على الاسم، فهذا بيعطيها حظوظ اكثر بالحياه. طبعا بالعلم بتحصل على شهاده فوق الجامعيه بارقامها، ولكن بالعاطفه بيحملها تاخير ارتباط، فاذا نادوا لها البتول بتزبط حظوظها اكثر، ينادوا لها مريم، وعندها بحياتها خطوتين عاطفيتين، عندها ارقام القياده ما بتحب حدا يقودها، بدها تزرع بتول هاي السنه حتى تحصد بسنة 2017 اللي هي سنة بإذن الله بامتياز إن شاء الله. بنتمنى لها التوفيق لبتول. وهلا يمكن معنا اتصال. صباح الخير. ألو صباح الخير. صباح النور. كيف الصحة؟ تمام الحمد لله. كيفكم على المطرة؟ غير شكل. الله يبعث الخير. آمين يا رب. أنا بسام رضوان. أهلا وسهلا. أنا مش فاضل أزرع عم بحكي. أهلا وسهلا. شوف لي مواليدي أم علي إذا بتريدي. تفضل. 70 أنا مواليدي 70 10 10 10 10 70. أها اسم الوالدة. اسم الوالدة؟ مريم. أيوه. شكرا. شو بدنا نقول له لبسام ابن مريم مواليده 10/10/1970؟ طبعا بسام يعني صاحب بسمة، ضحاك ثاني يعني الاسم. بسام حياتك على سفر، بيعيش بين أرضين، دائما بيدخل الحابل بالنابل، بتتعكس شوي أموره، ولكن عنده انفراجات مالية، يأتيه المال فجأة، عنده انفراجات مالية كتير كبيرة، بيملك أملاك كتير باسمه، وعنده أرقام النجاة من الأمراض، ولكن شوي بيكون حياته فيها مشاكل، حياته على سفر، ما بعرف إذا سافر ورجع، بس عم بشوف أراضي عربية أكثر ما هي أجنبية، وهو بده يجهز نفسه أول 9 أشهر من هاي السنة، لأنه عنده سنة ولكن السنين صار له 12 سنة بيحلم فيها، إن شاء الله بده ينالها بسنة 2017 بإذن الله. طبعا بتبلش أموره تتحسن اعتبارا من عيد ميلاده هاي السنة لحتى ينطلق انطلاقة رائعة جدا، حلم صعب ويتحقق بإذن الله. بالنسبة لعامه الفردي
11 عنده كمان زيادة وزن، عنده شيء له علاقة بمولود جديد أو نقلة منزل، هاي الأمور هاي حتى في شعور كتير قوي بالحياة الأسرية، رائع جدا. طبعا بالنسبة للارتباط عنده بحياته ارتباطين، محتمل مثلا يخطب ويترك ويكون الزواج هو استقرار بإذن الله بحياته. سمعت يا بسام؟ يعني أكيد بس بدنا نتمنى له التوفيق، وبدنا نقول يسعد صباحك نرمين. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. بدي أعرف، أنا نرمين بعلوش. نرمين اسم والدتك يا نرمين؟ جهينة. جهينة. 10/12/86. 10/12/86. وزوجي بعد تفضلي. سامر. سامر اسم والدته؟ روضة. روضة. 8/11/83. 83. تكرم عينك يا نيرمين. بعد إنك بس بدي شوف إذا في فرصة عمل لإلك. فرصة عمل لنيرمين. تكرم عينك. أهلا وسهلا فيك نيرمين ويسعد صباحك. نيرمين بنت جهينة 10/12/86، هل يوجد فرصة عمل لنيرمين؟ 4/13. هلا السنة أنا بقول لنيرمين مكانك راوح، لأنه عندها كوكب زحل. وهلا على مواليدها، يعني على مواليد العشرية الثانية، فكتير ينتبهوا ويكونوا حذرين بكل شيء، يعني تكون حذرة بكل شيء. قد تعطيها فرصة عمل هلا، طبعا هن شهر كانون ثاني وشباط حلوين معها، ولكن إذا حصلت على فرصة عمل فهي بتكون بشهر أيار. بس بشكل عام ما عندها السنة غير مناسب للعمل، يعني أنا بنصحها أنه لا تبدأي بجديد، تكوني روتينية في كل أمورك حتى تمرقي هالكام شهر على خير، لأنه كتير متعبين. حتى انتبهي، يعني الزحل يمتحن الإنسان امتحان قاسي، يشوف مدى صبره قوة تحمله، ليس للإسقاط ولكن للامتحان. فكتير تنتبه بهالفترة القادمة على كل أمورها. وفي فرصة ليست أكيدة، لأنه موقع القمر يوم عيد ميلادها ما بيعطيها فرصة عمل، ولكن في بشهر أيار قد تحصل عندها فرصة عمل أو توقع عقد ما شابه ذلك بالنسبة لنيرمين. طيب شو بدنا نقول لسامر زوجة ابن روضة 8/11/83؟ بالنسبة لسامر طبعا من التسامر والحكي والسهر والتسالي، بيحب السهر، بيحب الأشياء المنمقة، بيحب حتى كل شيء حلو بيحبه، بيحب الجمال بشكل كتير كبير. ينجح في العمل ضمن مجموعة، ولكن ينتبه سامر من شيء له علاقة هو عنده رقم من أرقام الإعجاز القرآني، بإيجابياته بيعطيه حظوظ، ولكن بسلبياته شوي بتعبه، وخصوصا فيما يتعلق بالسمعة أو شيء قانوني، يعني بتصير عنده قضية قانونية بحياته بتحمل انفراجات. هو طيب القلب، عنفواني قوي، عنيد للإنجاز، ما تحكي عن أمورك لأنه كتير محسود، وخصوصا فيما يتعلق بالعاطفة. هو بحياته على سفر، يعني إن شاء الله بده يشوف أراضي أجنبية وعربية مفتوحة أمامه. وأنا بقول له إذا حدا دعاك للمشاركة بأي عمل فيقبل، بيكون جدا ناجح. ينتبه على أوجاع الظهر سامر وعلى أسنانه، في تحدي بالإنجاب عندهم، ما بعرف، إن شاء الله الله يكون، إن شاء الله يكون عندهم أولاد. بعامه الفردي السنة بدايات جديدة، عنده بالصحة السنة عيون وأسنان، إذا كان عنده هواية يحولها لمشروع تجاري بيكون جدا ناجح. إن شاء الله بتمنى للكل التوفيق والصحة والسلامة. هلأ معنا اتصال من أحمد. يسعد صباحك أحمد. أهلين، صباح النور، كيف حالك؟ أخبارك يا أحمد؟ الحمد لله تمام. مواليدك أحمد؟ 16/12/99. 16/12/99. اسم الوالدة؟ نهاد. نهاد. بكالوريا السنة؟ لا، 11. 11. شو حابب تعرف أحمد؟ بشكل عام عن كل شيء. يعني تكرم عيونك. وبدي أسأل كمان عن أختي إذا في مجال. تكرم عيونك. سهى بنت نهاد. شو اسمها؟ سهى. سهى بنت نهاد. نعم. 11/10/91. 11/10/91. تكرم عيونك يا أحمد. شكرا كثير. أهلا وسهلا. أحمد ابن نهاد 16/12/99. طبعا أحمد خير الأسماء ما عبد وحمد، اسم تفضيل من حمد، مذكور اسمه في القرآن الكريم في سورة الصف آية رقم 6، سيأتي نبي من بعد اسمه أحمد. فله من أسماء الله الحسنى الحميد الشكور، دائما قد ما فين يكررها. أول مفرق طريق عند أحمد هي بعد عمر 32، يعني أي شيء بيبدأ قبل عمر 32 يتغير، ما هو تغيير سلبي ولكن تغيير إيجابي.
يبرع في الدراسات العلمية وبناسبه كتير الحقوق والجيش والقانون. إذا ما درس الحقوق بيصير عنده قضية قانونية بحياته، ما ضروري تكون سلبية يعني إنه في بخافه. هو كتير عصبي، بيعصب على أمه وأبوه، بحب أمه كتير مع إنه بيعصب عليها. عنده نجمة طرفة، فبيكون عنده مهذب كتير، عنده أورا إيجابية بعيونه، يعني في ذبذبات مانا طبيعية تجذب الآخرين. بتحسي إنه في عيونه فيهم بريق غريب بيحسس الآخرين بشيء كثير متميز. قال الرسول عليه الصلاة والسلام على أهل بيته وأصحابه، قال يا ليتني، قال لهم لأهل بلاد الشام، يا ليتني كنت عندكم لشربت من ماء الفرات واستحميت به وأكلت من رمان الشام. فهدول يدواتك يا أحمد بأي شيء. بيصير عنده وجع بالأطراف هاي السنة، إذا أنا فهمتها 16-11، ما بعرف، ولا 16-12. فبالنسبة له كمان عنده كوكب زحل، فشوي يكون يعني الحمد لله أنه نعمة أنه سنة جاي هو بكالوريا بال 2017 بيكون راح كوكب زحل، فبيعطي إن شاء الله أكيد نجاح بحياته. 7-9-8-17-18 السنة ختم تصفية غربلة حسم أمور تخلي عن ناس عادات تقاليد، فيها فرص للسفر حتى يبدأ بسنة 2017 إن شاء الله بدايات رائعة جدا. ينتبه كتير السنة من الحوادث، الجروح، الحروق. هاي بشكل عام بالنسبة لأحمد. بشكل عام بالنسبة لأخته سهى بنت نهاد، مواليدها 11-10-91، عند نجم السهى، فدائما بيطلع شهر 5-6 نجم السهى. هو نجم السهى في شغلة انه بيوطى كتير، فوقت البيوطى تقل الاموال مع سهى، وقت اللي بيرتفع تكثر الاموال. فدائما يا نجمي يا علي حقق لي اللي ببالي. عندها ارقام القيادة، ما بتحب حدا يقودها، بتخطئ ما بتتعلم من خطأها. بعدين السنة بدأت تهيئ نفسها لشيء كتير حلو سنة 2017، وعندها فرصة ارتباط، ولكن قد تلعب امرأة دورا لتخرب لها بحياتها. محتمل تكون أمه، أم العريس أو أخته أو أمه أو شيء، ففي تخريب من قبل امرأة. كتير ينتبهوا بالصحة، عندها الحساسية الجلدية. نتمنى التوفيق لأحمد ولسهى. أكيد بدنا نتمنى لهم التوفيق، وبدنا نقول ألو، يسعد صباحك. ألو، صباح الخير. صباحك فل. بس بدي احكي مع الست ام علاء. تكرم عينك يا سوزان، تفضلي. سوزان بنت فتاة 22-9-1990، بدي اسأل عن العمل والصحة والدراسة. العمل وصحة ودراسة. كمان سناء بنت فتاة. سناء. ايوة. بنت فتاة 31-3-1994. عن الدراسة والصحة والعمل. تكرم عينك. ما تسلم. اهلا وسهلا فيك. سوزان 22-9-90، شو بدنا نقول عن العمل والصحة والدراسة؟ هلا بالنسبة ل 4-9-18-20-22، هلا السنة عندها إن شاء الله فرصة عمل، بس ما هلا، حتى يدخل عيد ميلادها القادم، يعني ما قبل إنه 9 أشهر، يعني بس دخل عيد ميلادها عندها فرص للعمل بحياتها. سوزان شوي اسمها متعب، ولكن لأنه من السين والواو في بداية الاسم شوي بتعبه، ولكن ختمت بالألف والنون، فهذا بيعطيها علم عالي. تبرع في الدراسات العلمية وخصوصا الهندسات، يعني إذا درست هندسة إن شاء الله بتكون جدا ناجحة بإذن الله. وعن الصحة، في عندها الأسنان، عندها أمراض وراثية من الأهل، يعني شو معهم أهلها معرضة هي كتير إنه تتعرض لهالشيء، إنه مثلا إذا في ضغط سكر، مسالك بولية، حتى الكبد يرقان تنتبه كتير منه، تحمي كتير صحتها. عندها العيون وعندها الإمساك والروماتيزم، هدول نقاط ضعفها بكل حياتها، إن شاء الله ما بصير معها هالشيء، بس بشكل عام هاي نقاط ضعفها. السنة عندها بدها تنتبه كتير من الانهيارات العصبية المتكررة. غربة بنت سميرة، مواليدها 25-11-1980، مشان العمل 7-9-9-18 السنة. هلا هي زاح كوكب زحل عندها، ولكن اساته موجود ببرج القوس، فهلا الفرص العملية يعني ما أنا بقوة انه يعني يعني اكيد اكيد بالمية مليون في فرص عملية، ولكن هلا عندها شهر كانون الثاني وشباط كثير حلوين، وشهر نيسان يعني فيهم فرص قد توقع عقود عمل بتكون ناجحة، وعندها شهر ايار كمان في فرصة، وسنتها السنة ختم تصفية غربلة، واسمها بيعطيها غربة يعني حياتها على سفر.
شاء الله. اكيد بتشوف اكيد بدنا نتمنى لهم التوفيق وبدنا نقول الو يسعد صباحك ابراهيم. مرحبا. اهلا وسهلا فيك. والله ابراهيم ابن مريم. ابراهيم ابن مريم 31/5/65. 31/5/65. العمل وشو الظروف. تكرم عينك. اهلا وسهلا فيك يسعد صباحك. ابراهيم ابن مريم 31/5/65، شو بدنا نقول له لابراهيم؟ طبعا ابراهيم هو ابو الانبياء، له من القران الكريم سوره ابراهيم، ودائما يا ابراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. عنده بالنسبه للسنه اول 9 أشهر انشغالات بامور شخصيه عائليه منزليه، اخر 4 أشهر اريح مطمئنه ومريحه اكثر. بالنسبه للعمل وابراهيم انتبه على صحتك، بتجري عمل جراحي صغير وبتنجى منه على خير. بالنسبه لفرص العمل قد تاتيك فرصه عمل بعد اللي بيدخل عيد ميلاده، يعني من حزيران وطالع وخصوصا بشهر 20 الثاني في شيء له علاقه بالعمل. هو بيحصل على مراكز يعني مراتب في العمل هالشهر، اذا ما حصل عليها هذا الشهر فعنده الشهر القادم شباط كثير في شيء له علاقه بالعمل، مسؤوليه تلقى على عاتقه او مركز بالعمل، يعني اموره بخير واسمه جدا قوي. ان شاء الله ان شاء الله يا رب تكون كل امور الحياتيه والشخصيه والاجتماعيه مكلله بالنجاحات والتوفيق والصحه والعافيه دائما. بدنا نتشكر وجودك معنا ست معلا، ان شاء الله بنلتقيك الاسبوع الجاي بمواليد جديده وايام جديده وحظوظ ان شاء الله يا رب تكون مكلله بالنجاح. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم، نحن كنا كثير سعيدين بوجودك. اهلا وسهلا فيك ام علاء السيده وفاء حبيب. اهلا، شكرا لكم وشكرا للي عم يشوفونا واللي اتصلوا واللي عم يتعبوا بالكنترول وبال